سبريمي سون تابو معكم نحن كالعادة حتى لنصل للمرحبا بتليفوناتكم ناس كل على 72 328 500. أكيد مكملين مع تليفوناتكم لليوم. معنا محمد من الشقيقة الجزائر. مرحبا بك محمد. السلام عليكم. شنحوين عليكم السلام. أهلا دكتور هشام. أهلا بك سي محمد. مرحبا بك ومرحبا بالشقاء أخوتنا في الجزائر. وأهلا بالسيدة مريم. يعيشك. أمل سيدة أمل سيدة مريم في الإنجيل. مرحبا بك. نتاع الليلة ما حكمتش ما قدرتش ما نجمتش نحكم على هذاك ما عرفتش شكون. ميسالش محمد. مرحبا بك. مرحبا بك معنا. قداش عمرك محمد قل لي؟ 34 عام. مرحبا. اي جيت عادي في ايامات بحذانا هوني في تونس. نو جو سي مي زيتيدي في سي تونس. مرحبا بك. داكوغ نسمعوا فيك. بريبار مون دكتورا. مرحبا بك سي محمد. يلا احكي لنا. الله يبارك. و جو سي ان انفايون. داكوغ. اي جو مي بريبار مون دكتورا اون لاتر عرب. داكوغ. وتعجبني هذه الحصة برشا برشا والله تعجبني على برك فيها واحد الحوايج ما شاء الله. يعطيك الصحة. هذا شيء شرفنا وشهادة من والله غير نشوفها يعني تعجبني كثير. يفضلك. تحية كبيرة ليك وللناس الكل اللي تتبع فينا من خارج تونس. عجبتني حتى واحد الحلقة على باليش إذا تتذكروا جبتوا فيها واحدة السيدة سيوار ولا ما على باليش أنا. إيه هذيك عجبتني برشا سيدي. مرحبا بك. مرحبا بك. هذيك تاع المرأة المتحررة جنسيا. إيه عجبتني والليلة حبيت نشارك. حتى أنا حبيت نشارك. مرحبا بك سي محمد. أحكي لنا الليلة ما على باليش. الليلة ما على باليش واش من موضوع درت واش لا ما فماش حتى موضوع. الليلة سي ليبرونتين والله. بار اكزامبل مثلا واحد كي تكون عنده رغبه جنسيه ويحب مثلا يمارس العلاقه الجنسيه مع الزوجه تاعو. اي كاين دي فوا هذيك الرغبات ما تتلباش معايا. يعني ما تتلباش. معناها ما تتلباش الرغبه. شغل كيما نقولوا احنا الزوج. الزوج كاين اشياء يحبها. يحبها هي والزوجه ما تحبهاش. والزوجه مش ما تحبهاش. شغل ما تقدرش تلبيها له. اوكي. هي لو كان تلقى تلبيها له. اما ما تقدرش. فهمتني. فهمتك. على سبيل المثال كيما نقولوا احنا والله حبيت نفسر لك وحشمت. يا سي محمد يعني. سي محمد ما تحشمش. فسرها كيما انت تفهمها لكن لطف العباره فقط لا اكثر لا اقل. تقصد مثلا الزوجه ما تلبيش مثلا عمليه الجنس الفموي لزوجها؟ لا لا. على سبيل المثال مثلا كيما نقولوا احنا الزوج مثلا يحب الزوجه ترقد على ظهرها. ومثلا ويطلع فوقها. وكاين في بعض اللحظات الزوجه ما تقدرش. صافي شغل الزوج من بعد يولي يتقلق. ما فماش علاش يتقلق يا سي محمد لانه شوف اذا ما مشاتش الوضعيه هذيك انه يكون هو فوق الزوجه فنجم نبدل الوضعيه اخرى اللي تكون وضعيه مريحه اللي هو ولها هي في نفس الوقت. ايه معناها المشكل هو الحكايه كلها هي حكايه فقط كما تقوم الشغل فقط المفاهمه بين زوز ازواج وعلى الدور اللي باش يلعبوا كل واحد فيهم في العمليه هذيك لا اكثر لا اقل. معناها اذا ما فماش معناها فما عندنا تعرف ناش كان تعرف ولا لكن في الكما سوترا مثلا فما ما يقارب على فوق 100 وضعيه جنسيه. ايه نعرف. ايه دونك لازم نلقاو في وضعيه من الوضعيات تلقى الكوبل معناها الزوجين يلقاو الراحه نتاعهم في وضعيه معينه. فهمت معناها بار اكزامبل كاين الازواج اللي يلقاو مثلا اللي الزوجه مثلا تلقى الوضعيه المريحه اللي تلقاها مثلا كي يتقابلوا على جنب. ايه موجود هذا. موجود على جنب ولا فما الزوجه تلقى الوضعيه نتاعها مريحه لما هي تكون معناها
على على في وضعية ال الميسيونير كما نقولوا معناها هي فوق الزوج. ايه صح. هذه وضعية مثلا الوضعيات اللي تفضلها العديد من النساء. فهمت؟ ايه دونك مشكلة الوضعية هذا مشكل يتوافقوا فيه الزوج والزوجة مع بعضهم لما يجيو باش يمارسوا العلاقة الحميمية والجنسية بيناتهم ويختاروا مع بعضهم، مش كل واحد يختار حاجة وكل واحد يولي يمشي في ثنية، لا، مع بعضهم يتفقوا يختاروا على وضعية معينة أو ثلاثة أو أربع وضعيات أو حتى ألف وضعية كلزم يختاروها بشوي بشوي يمشيوا يجربوها كل واحد بشوي. فهمت؟ صح ما فماش علاش الزوجة باش تتقلق ولا باش تقلل حياها مع من زوجها إذا تقول له نحب الوضعية هذه ولا لا، بالعكس هذا لا حياء في الدين، لازم يتقاسموا ويتشاركوا في الأفكار وفي تقاسم الأدوار خلال اللقاء الحميمي. طبعا والله على بالك، والله تعرف تعجبني هذه الحصة، تعجبني برشا وتمنيت ومنيت بزاف، هذا مش برشا تعجبني بزاف برشا. ايوه تعجبني بزاف. أيوة. تعجبني بزاف وتمنيت نلتقي معكم في راديو ماد. ان شاء الله مرحبا بك في كل وقت، تفضل بحضرنا. لو كان جيت نعرف المكان بالضبط والله غن نزوركم في راديو ماد. ما فما حتى مشكل، توي يكلموك ستاندارد ولا تكلمهم مرة أخرى يعطيوكم العنوان تاعنا وتنسق مع الفريق معناها المعد للبرنامج وتكون موجود بحضرنا، فما حتى مشكل. أنا خاطر أنا في تونس العاصمة. اها فهمتك. ايه خاطر نقرا في الاخر في تونس. واضح. واضح. ان شاء الله ربما يبداش في ان شاء الله. مرحبا بك بحضنا في كل وقت يا محمد، نسلموا عليك برشا تحيه كبيره ليك. يعيشك. تحيه كبيره. نجيب لكم حاجه من الجزائر ونجي ان شاء الله. يعيشك يا محمد. جانا انت فقط هذا الشيء. تحيه كبيره ليك، تحيه المستمعين الكل زيدا في الجزائر. فوالا انتم زيدا.